تعثر غير منتظر لفريق شباب قسنطينة فوق أرضية ميدانه وأمام جمهوره عندما واجه أولمبي المدية الذي جاء من أجل تحسين وضعيته في سلم الترتيب. البداية كانت للزوار في هذا الهجوم ورأسية بن نوح كانت بعيدة كل البعد عن مرمى سيدريك. الشباب يرد بعد ذلك في هذا الهجوم لكنه أخلط هنا بين السرعة والتسرع. نلعب الدقيقة 11، الشباب يواصل الضغط على مرمى العمراوي ويتمكن عودية من تسجيل هدف السبق بعد أخذ ورد في منطقة العمليات. هدف أسعد كثيرا أنصار الشباب. بعد ذلك بالعميري في عمل فردي يسدد لكن الحارس العمراوي يبعدها إلى الركنية. آخر محاولة في هذا الشوط كانت ترأسية زعلاني. هدف لصفر كانت نتيجة المرحلة الأولى. الشوط الثاني من المباراة دخله رفاق بالعبيري من أجل تسجيل هدف الأمان والإطمئنان لكنهم لم يتمكنوا من ذلك رغم محاولات بن عيادة وبالعميري في هذه التسديدة. وذلك بفعل غياب الفعالية أمام مرمى العمراوي. نلعب الدقيقة 69 ومن ركنية يتمكن اللاعب سعادو بعد خطأ من سيدريك من تعديل النتيجة لتصبح هدف في كل شبكة. الزوار لم يكتفوا بذلك وهددوا مرمى سيدريك عن طريق اللاعب عدادي. وكان بإمكان الشباب إضافة الهدف الثاني لو استغل بالخير هذه الكرة السانحة. اللقاء توقف بعد ذلك لفترات والحكم عوينا أشهر البطاقة الحمراء في وجه الحارس البديل أسرير. الشباب وصل الضغط على مرمى العمراوي لكن كل كراته كانت عقيمة. بقية اللقاء لم تحمل الجديد ما عدا بطاقة حمراء للحارس العوامري بعد تلقيه الإنذار الثاني. عوضه اللاعب بوخنشوش في حراسة المرمى. كان ذلك ثواني قبل نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل، تعادل بطعم الهزيمة بالنسبة للمحليين. اليوم شنا مقابلة وين الفرص قليلة، شنا تنافس كبير. نظن بلي اليوم حنا خاصة الشوط الثاني رجعنا في المقابلة. نظن بلي الشوط الأول كان صالح الشباب قسنطينة. نظن بالشوط الثاني استطعنا باش نحدوا من الخطورة تاع الفريق وكنا قادرين اليوم نفوزوا. حنا اليوم كوك نظن بلي الوضعية تاع السياسي زعما صراحة من أعماق قلبي نتمنى الشباب قسنطينة باش يبقى في القسمة الأول.